بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل على بركة الله الصيغة الكيميائية. قلت لك مش هتفهم أي حاجة من الصيغة الكيميائية إلا لما تبقى حافظ رموز العناصر وتكافؤات العناصر وتكافؤات المجموعات الذرية. الصيغة الكيميائية، الصيغة الكيميائية دي عاملة زي عنوان البيت، عاملة زي اسمك. فالصيغة الكيميائية دي هي البطاقات الخاصة بالجزيئات والمركبات الكيميائية. يعني ايه؟ يعني هي عبارة عن صيغة رمزية تعبر عن نوع وعدد العناصر المكونة للجزيء. يبقى الصيغة الكيميائية عبارة عن صيغة رمزية، رموز بكتبها. الصيغة الرمزية دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن نوع وعدد العناصر المكونة للجزيء. ايه الصيغة بقى اللي اقدر اسمي بيها الجزيئات والمركبات؟ هي الصيغة الكيميائية. طيب بتفيدني في ايه الصيغة الكيميائية؟ بتعرفني نوع وعدد العناصر. طب اديني مثال، عندك مثلا جزيء زي جزيء الماء H2O، لو قلت لك خرج لي منه عدد العناصر وعدد الذرات. طيب فاكر لما قلت لك عدد العناصر بتعرفهم ازاي؟ عدد العناصر وانت بتعد العناصر اللي في اي جزيء او اي مركب ما تبصش تحت رجليك، يعني الغي خالص كانك مش شايف ان فيه هنا اتنين، اي رقم بيتكتب تحت العنصر كانك مش شايفه. يبقى عندي كام عنصر؟ عندي عنصران فقط. مين هما؟ الاكسجين والهيدروجين. طب عندك كام ذره؟ اذا اردت ان تحصر وتعد الذرات ففي الحالة دي بص تحت رجليك زي ما انت عايز، يعني هات لي كمان الاتنين اللي تحت الهيدروجين دي. معنى كده ان عندي اتنين ذرة هيدروجين، وطالما تحت الاكسجين مفيش حاجة يبقى تحتيها واحد، لان انت عارف ان احنا الواحد ما بنكتبوش، وعندي واحد ذرة اكسجين، يبقى المجموع عندي 3 ذرات في جزيء الماء وعنصران لجزيء الماء. عرفت الصيغة الكيميائية مفيدة في ايه؟ دلوقتي بقى هناخد خطوات كتابة الصيغة الكيميائية. أولا بنكتب اسم المركب باللغة العربية. رقم 2 نكتب أسفل كل عنصر اسمه باللغة اللاتينية أو باللغة الإنجليزية زي ما أنت حافظه. رقم 3 نكتب تكافؤ كل عنصر أسفل العنصر. رقم 4 نقوم بتبديل التكافؤات. مش فاهم اي حاجة طبعا، ليه؟ لان الكيمياء في العادة يعني ما بتتفهمش بالنظري، لازم تطبيقات عملية. قرب بقى كده وركز معايا. لو قلت لك مثلا عايزك تكتب لي مركب كلوريد الالومنيوم، ادينا كتبنا الاسم ايه؟ بالعربي. تحت كل اسم عنصر هكتب اسمه اما بالانجليش او باللاتيني حسب ما انت حافظه. فالكلوريد الكلور سي ال، والالومنيوم ال. ادي اول خطوة، ادي تاني خطوة. الخطوة الثالثة بكتب تكافؤ كل عنصر تحت العنصر المذكور. هنا بقى هتيجي تكتب لي التكافؤات، مش حافظ التكافؤات يبقى مش هتعرف تكتب اي صيغة كيميائية. تكافؤ الالومنيوم ثلاثي، اما تكافؤ الكلور فحب افكرك ان الفلور والكلور والبروم واليود والهيدروجين من اللافي للذات ذات التكافؤ الاحادي، فكتبنا واحد. الخطوة الاخيرة نقوم بتبديل التكافؤات، يعني الواحد ده يكتب تحت الالومنيوم والثلاثة دي تكتب تحت الكلور، ففي النهاية هنلاقي المركب شكله كده AlCl3. يجي يقول لك بقى علل أو ما معنى أن مركب كلوريد الألومنيوم رمزه يكتب بهذا الشكل. على طول أنت بمبدأ الفهم بتاعك، ثلاثة دي أصلا بتاعت الألومنيوم وهنا مفيش مكتوب حاجة تحت الألومنيوم، فمعنى كده أن تكافؤ الكلور أحادي. فانا استنتج من ده واقول ايه؟ ان جزيء كلوريد الالومنيوم يتكون من ذره عنصر الالومنيوم وثلاث ذرات كلور. وثلاث ذرات ايه؟ كلور. هو ده اجابه سؤال ما معنى ان